دكتورة نراجع معك بعض المواقف. المرزوقي الرئيس المرزوقي الأسبق للجمهورية التونسية دعا لاستعادة مسار الثورة، هو كان موقفه واضحا في الحقيقة منذ البداية، يقول لا اعتراف به، لا نلعب معك لا حد شيء، وكان ضيفا مبجلا معنا وشرفنا بأكثر من حوار قبل 6 أكتوبر. حمل همامي أو رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي كذلك قال إن مسرحية الانتخابات الرئاسية لم تكن فرصة تغيير، وكان موقفه معلنا قبل الانتخابات، لا مشاركة ولا اعتراف. أنا نعرف المواقف، ردوا بالكم. حزب العمال حمل همامي لا اعتراف بنتائج انتخابات المهزلة ولا شرعية لمن أفرزته رئيسا كمال جندوب الوزير السابق ورئيس الهيئة الانتخابية كما كنت تحكم منذ قليل، قال تونس عبارة عن وعاء معرض للانفجار في أي لحظة. وهنا بالفعل كلمة سعاد الوقت يقول ده ثم مئات معتقلين، كلامه صحيح مش عشرات. لماذا؟ لأنه تذكر في قريبة شهر سيد سعيد عمل إعفاء تقريبا 25 جويلة إعفاء على مجموعة مرسوم 54 في الصفحة الرسمية للجمهورية قالوا 1700 ولكن منهم شمل فقط 200 واش، بالتالي بالصحيح مئات هم المعتقلين على معنى المرسوم 54، هذا بدون ذكر طبيعة الحال المجموعة الكبيرة السياسيين. لك الكلمة دكتورة. نعم، هذا المشؤوم، هذا المرسوم 54 اللي هو معمول منداف، يعني معمول كمين للمواطنين حتى يتم أي واحد يحب ينتقم منه يحاكمه بموجب هذا المرسوم سيء الذكر. هو زاد يحب، راهو يلزمنا نكونوا منتبهين، هو وجماعته يحبوا يحصروا المسألة في المسألة الحقوقية. أوقع المعارضة تتلهى بالطبع باش تتحاول تتكلم على المساجين، وبالطبع يعرف هو اللي احنا مش باش نقبله بأنه مساجين يقبعوا في السجون بدون محاكمة عادلة ولا لشيء ارتكبوه إلا لأنهم عبروا على آرائهم وأنهم كانوا معارضين القيس سعيد. ولكن هو ماذا بيه ما يقلقوش برشا أنه تعزل القضية في المسألة الحقوقية ونقعدوا يعني نناضلوا من أجلهم وننساو المسائل الأخرى اللي هي هامة برشا، اللي هي استرجاع البلاد، استرجاع المؤسسات، هي التشهير بأنه الآن هو كان فقط مجرد منقلب، اليوم أصبح منقلب ومغتصب من جديد للسلطة ومغتصب لإرادتنا ولحقنا، لا في الترشح أو في ترشيح من نريدهم أنهم يكونوا في السباق، ولا أنه يخلينا الفرصة باش نمشيو ونعبروا على رأينا ونمارسوا هذا الحق الدستوري في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. يعني اليوم بلادنا مختطفة، مغتصبة، مغلولة حتى هي في سجن، وتحتاج منا أنه تتضافر الجهود متاعنا مش فقط من أجل المسائل الحقوقية وحقوق الإنسان وين وصلت له اليوم في تونس، ولكن المعركة أكبر من هكا بكثير. المعركة أيضا هي معركة سياسية، معركة استرجاع وطن واسترجاع مؤسسات وإنقاذ بلادنا، لأنه لو بقى فيها هذا المنقلب لا سمح الله، يعني كل مدة الانتخابات هذه 5 سنوات والخمسة سنوات البعدها اللي قاعد هو يحضر لهم اليوم، فيا خيبة المسعى وقتها بالفعل يعني نقدروا أنه نقبلوا الأعزاء في بلادنا، لأنه هو ديجا توا مع العلم أنه العباد بعض هذه الانتخابات تعزي فينا، معناها قاعدين نقبلوا في العزاء من الأصدقاء ومن اللي من بلدان أخرى ومن أصحابنا ومن ناس يعني من نخب في الخارج، يعني قاعدة تقول لنا معناها احنا نتأسفوا أسف الشديد للي وقع في تونس، ورانا معناها يعبرونا على تضامنهم معنا. هذا كلام النخب دكتورة. هاو في بنزرت عند نهارين كي مشيها في 15 أكتوبر ذكرى الجلاء، كان ممكن الصور هاو ورونا هم في حسب القناة احتفاء، عطينا الصور متاع الاحتفاء مع سعيد وقت اللي مش الصور هذه، الصور سعيد وتجول حتى في الشوارع أصلاً، ثم فيديو سعيد يتحوس في الشوارع ويقبل هذا ويقبل ذاك. هو هذيك الشعبوية هذا المنقلب، احنا توا امام رأي عام، كيف كيف زاد رأي عام قاعد يصنع فيه قيس سعيد بغياب الاعلام، بانه اختار هو من جديد المدير الجديد للتلفزة الوطنية، انه الاعلام اي واحد اعلامي يحب يعري الحقائق ويحب يبين للشعب
حقيقة ما يدور وما يجري إلا ويتم سجنه أو يتم يعني تخويفه أو يتم بشكل أو بآخر إخماد صوته. وبالتالي بالطبع يعني أهلنا وذوينا ومواطنينا في يعني في الوديان والجبال والصحاري وفي المناطق البعيدة اللي ما عندهاش حتى وسيلة باش توصل لها المعلومة إلا عبر الوسائل العادية، التلفزة والإذاعات وكذا، شنو تحب يوصل لها؟ يعني ماهوش وصل لها إلا صوت واحد، يعني هو اللي يغني وجناحه يرد عليه. يعني وبالتالي طبيعي جدا انه الناس يتم استغفالهم ويتم غشهم بهذا الشكل ويتم توجيههم للي يحب عليه قيس سعيد. فبالتالي هذاك هما لا يشوفوا في راي مخالف، لا يسمعوا في حقائق، لا عندهم شكون يقول لهم يعني شنو انجز هذا المنقلب في الخمس سنوات اللي فاتت وشنو اللي عمل والفظائع واللي ارتكب فيها بالنسبه لهم اللي تهم المجال الحقوقي، ولكن ما تعنيهش المواطن. ولكن المواطن مازال مخدر بشويه الكلام الشعبوي اللي كيف يجي يتعدى يقوله له واللي يبدا هو بيده، معناها الراجل اللي ما يفرقش بين المليون وبين المليار. يعني كيفاش نجم تحب ويكون عنده اي برنامج فيه شويه امل على الاقل للشعب لتحسين مقدرته الشرائيه، ولا لتخفيض شويه من البطاله، ولا لتحسين شويه يعني الصور بنزرت هذه بروباغندا تقول انت هذه؟ لا هذه مش بروباغندا، الشعب هذاك البسيط هذاك شنو شايف؟ ماهوش هو الشعب البسيط باش يقعد يحسب على شكون تشد على اساس المرسوم 54 ولا شكون اللي مسجونين ولا لا، هما يشوفوا في رئيس مازال يمشي ويبشر فيهم بجنات عدن تجري من تحتها الانهار في تونس، وبانه منقذ للبشريه كامله، وبانه عنده برنامج اصلاح يعني مش كان في تونس بركة، بل هو يتصور روحه العالم الكل، هو زعيم امه يتصور روحه بالنرجسية اللي فيها هذيك انه زعيم امه وانه باش ينقذ البشريه من الضلال. وبالتالي عامة الشعب ينطلي عليهم هذا، وهذا دورنا احنا نخب ودور شويه الاعلام النزيه اللي بقى مثل قناه الزيتونه انهم يوصلوا شويه للناس هذية ويكشفوا شويه حقائق ويعطيوا بعض الارقام الحقيقيه ويبينوا خطوره الموقف وخطوره المسار اللي ماشي فيه بلادنا اليوم. لكن في غياب كل هذا المواطن البسيط بالطبع باش يخرج يصفق له ويهلل له ويرحب به، لانه مغمضين له عينيه سدين له اذنيه ومنعين المواطن المغمض له عينيه. يا دكتوره يا اخي في الليل جاب له طرف فارينه، هو جاب له طرف زيت، هاو شوف بعينيه المواطن، ورغم ذلك شيء هاو حتى زدنا قروض 500 مليون دولار البنك المركزي، يشوف المواطن يقول لك يا اخي نصبر، هاو شوف الزيت، شوف الفارينه، شوف الكسكسي، ما يشوفش المواطن؟ تشوف التونسي عنده زوز عينين، عنده 10 تونسي. مازال صابر التونسي على اساس انه الراجل قاعد يصلح ونصبروا عليه، واللي وقاعدين يقنعوا فيه انه اللي صاير هذا الكل هو نتيجه من افسدوا قبله ونتيجه من خربوا البلاد قبله، مازال يقنع فيه وهو يلزم وقت باش يصلح، والناس صابره صابره. ولكن الى اي مدى زاد الصبر حدود كيف قالت ام كلثوم؟ يعني ما ننساوش انه اللي اكثر من 70% من الفئات الصامته ما مشاتش انتخبت، ما ننساوش اللي الشباب الكل عدد يعني العدد ضعيف برشا من الشباب اللي مشى وانتخب، هذيك يعني فئات 85% الارقام تقول لك 85% من الشباب ما انتخبوش سعيد، يمكن وقتها في الفلوكة وقتها حرق ولا الشباب، وانا هو الشباب، الشباب انا في البحر الشباب. على كل الشباب هذوكم نحضروا، لانه الشباب كيف كيف يعني وقت اللي يحب يقول كلمته ينجم يجي نهار ويقول كلمته ويقلب الطاوله على الجميع، هذاك كيف كيف زاد الاكثر من 70% اللي ما مشاوش صوتوا واللي ما سمعناش صوتهم كيف كيف ينجم يفيض بيهم الكاس نهار، مش معناها كيف شفنا احنا بعض العشرات او المئات اللي خرجوا فرحانين بقيس سعيد، راهم هذوكم يمثلوا الشعب التونسي ولا الفئات الكبيره من الشعب التونسي اللي اليوم يعني تستنى في على الاقل بصيص امل في انه غدوه خير، ولكن احنا ماشيين من سيء الى اسوء، والعباد قاعده بالوقت يعني للاسف يعني قاعده بالوقت هي الخاسر الوحيد. الفئات الهشه نعم. هذيك والفئات المحرومه والمنكوبه والفقيره والعطله عن العمل هذيك هي الخاسر الوحيد، وهذيك هي اللي باش تتضرب اول من باش يتضرب، يعني مش للاسف الشديد ولا نعم. الناس
اللي عندها امكانيات حد ادنى من العيش الكريم. سعادتهم وربي يحميهم، لانه خوفنا كبير على شنو يمكن يصير فيهم يعني في السنوات المقبله.